المنطقة الأمينة في شمال سوريا، مطلب تركي وتسويف غربي ومخاوف سورية. تعود جذور المطالبة بهذه المنطقة إلى عام 1998 عند توقيع تركيا اتفاقية أردن مع عصابات الأسد، والتي تسمح لتركيا الدخول 5 كيلومترات في الأراضي السورية لحماية أمنها القومي ومنع العمليات الإرهابية. جاءت الاتفاقية بعد الأزمة المعروفة حول الزعيم الكردي عبد الله أوجلان. إعادة تركيا الطرح خلال الثورة في أيار عام 2013 مع بعض التعديلات على اتفاقية أردن بهدف حماية المدنيين الهاربين من الحرب وحماية الحدود التركية من التهديدات الأمنية، بحسب ما صرح الرئيس التركي خلال زيارته لواشنطن في عام 2013. لم تتفاعل الولايات المتحدة مع الطلب التركي كي لا تتخلى عن حليفتها الميليشيات الكردية، فاختفت مطالب تركيا بها فترة من الزمن لتعود للظهور مع وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى سدة الحكم عام 2018. حددت أنقرة امتداد المنطقة على طول حدودها مع سوريا، وهي 460 كيلومتراً وبعمق 32 كيلومتراً. تتوزع المنطقة على 3 محافظات، وهي حلب والرقة والحسكة، ويجب إخراج التنظيمات الإرهابية منها. ورغم بدء العملية التركية وسيطرتها على عدة مناطق شمال الحسكة والرقة، إلى أنها توقفت في أعقاب انتشار عصابات الأسد والمحتل الروسي في مناطق الميليشيات الكردية، ليعود الرئيس أردوغان مؤخراً ويعلن بأن بلاده ستتابع عملية تأمين المنطقة، وذلك بعد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وطلب فنلندا والسويد انضمامهما لحلف الناتو، والعروض التي قدمت لتركيا من أجل موافقة أو رفض طلب الانضمام. العملية العسكرية التركية المعلن عنها توضح بأن تركيا اختارت أحد العرضين. وأنت، هل ترجح قبول تركيا العرض الروسي أو الأمريكي؟